هناك يقول أن الرئيس بايدن للرئيس بايدن أن هناك ملايين من المهاجرين غير قانوني الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة خلال إدارتك للبلد، وهناك مخاوف من ذلك. أخذين في اعتبار ذلك، لماذا يثق الناخب الأمريكي بك؟ نحن إذا ما تم انتخابنا لن فقط نقوم بتغيير ذلك، ولكن هناك دوريات للشرطة تقوم بعمل دوريات على حدود لوقف ذلك. بالإضافة إلى ذلك أود أن أوضح أن الرئيس السابق عندما كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان ينزع الأطفال من أحضان أمهاتهم ويقوم بسجن أمهاتهم، ولكنني قمت بتغيير ذلك وقمت بتغيير القانون، والآن نحن في موقف حيث 40% أقل نسبة المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة هم أقل بنسبة 40% عما كان حاليا في السابق. وما سنقوم به هو زيادة عدد الدوريات على حدود، أنا فعلا لا أعرف ماذا يقول، لا أعتقد أنه يعرف ما يقول في آخر جملة ما يقول، لكن دعوني أقول أن لدينا واحدة من أأمن، كان لدينا واحدة من أأمن الحدود حول العالم، ولكن ما قرره هو أن يقوم بفتح تلك الحدود. يأتي الأشخاص الولايات المتحدة وهم من مصحات عقلية أو هم إرهابيين أو هم من نزلاء السجون. نحن واحدة من أكثر الدول في العالم التي تحت وأكبر عدد من الإرهابيين لا يأتون فقط من أمريكا الجنوبية، لكن يأتون أيضا من الشرق الأوسط، وهو من قام بترك الحدود مفتوحة لقام مع هذا التفريح. لم يكن لدي تشريح، لقد قلت فقط اغلقوا الحدود، وقد كان لدينا وفقا لدوريات الحدود. وعلى فكرة هم قاموا هم يقومون بتأييدي لأصبح رئيسا مرة أخرى. لقد لدينا واحدة من أفضل ومن الحدود في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يحدث الآن. هناك الأشخاص يموتون على الحدود. شكرا سيد ترامب. السيد بايدن ما حدث خلال أدارته هو أن إنه حدث الإرهابي الذي حدث خلال إدارة رئيس ترامب هو أنه تم قتل 3 جنود أمريكيين على يد القاعدة. هذا ما حدث خلال إدارة ترامب. السيد ترامب، لقد تحدثت أنك ستقوم بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة. هل هذا يعني أنك ستقوم بترحيل كل المهاجرين الذين ليسوا مسجلين في الولايات المتحدة، الذين لديهم أعمال والذين لديهم زوجات أمريكيات؟ وإذا ما كان أمريكا ذلك، فكيف ستفعل ذلك؟ هنا شيئاً ما. البغدادي وسلاميني، the two greatest terrorists, biggest terrorists anywhere in the world. هناك الكثير من الإرهابيين. Not just border on everything. He's the one that killed people with the bad water, including hundreds of thousands of people dying, and also killing our citizens when they come in. We are living right now in a rat's nest. They're killing our people in New York, in California, in every state in the union, because we don't have borders anymore. Every state is now a border.